في مباراة جرت على ملعب السليمانية الجميل، أهدر فريق الشرطة نقطتين ثمينتين أمام صاحب الأرض والجمهور فريق نوروز بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، التعادل الذي كسب من خلاله كل فريق نقطة، فيما القوة الجوية كان أكثر المستفيدين من هذا اللقاء. شوط المباراة الأول بدأ مثيراً حينما وضع مروان حسين كرة في غاية الجمال في شباك الحارس أحمد باسل معلناً التقدم، الهدف الذي جعل رجالات الشرطة ترمي بكل ثقلها في ساحات نوروز أملاً في التعديل وسط فرص سهلة أهدرها مهاجم نوروز قبل أن يأتي السوري محمود المواس ليعدل النتيجة منهياً أحداث هذا الشوط. وفي الشوط الثاني خف رتم أداء المباراة بعض الشيء، وحاول مدربو الفريقين تنشيط الخط الهجومي في محاولة لخطف الهدف، لكن التحفظ كان السمة البارزة للقاء في أغلب دقائق الشوط رغم المحاولات القليلة للتقدم بالنتيجة من كلا الفريقين، ليعلن الحكم نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين وسط تذمر جماهير الشرطة عطفاً على إهدار النقاط في طريق السباق نحو الرياض.